السلوك المسيحي المثالي. الميلادي ليلة عيد البشارة، بكرة العشمة عيد البشارة، 29 جرامات عيد البشارة. وفي الشهر الثالث أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داوود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وأنت ستحملين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، وهذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. والمجد لله دائما إلى الأبد أمين. أرجو أن حد يسكت الأولاد اللي في الحوش دول. الملاك راح لفتاة في البيت اللي هي قاعدة فيه في مدينة الناصرة، وبشرها وبنته مثال للناس المسيحيين، ومصلية عن الكنيسة والعالم، وصلوات القديسين هي أشعة طالعة منهم لربنا. هذه الأشعة منسجمة مع روح الله فليتقبلها. أثر هذه الأشعة يرتد في الكون، فالناس المنسجمين مع هذه الأشعة يتقبلوا النعمة، ويبقى في علاقة طيبة بينهم وبين السماء وبينهم وبين القديسين. واحنا بنؤمن بشركة القديسين، كلنا لما بنقف نصلي بنقف قدام الله في شركة. الله لما بينزل الى الملكوت بتاعه، المملكة بتاعته، ينزل الى اللي فوق واللي على الارض. في انسان يبقى واقف في الكنيسة وعقله مش في الكنيسة، ما يستفدش من الصلاة. فأي إنسان عضو في مملكة الله وعقله مش ماشي مع هذه المملكة، ما يستفدش من بركة هذه المملكة. المايك ده اللي أنا بتكلم فيه اللي مش زي ده، لأن ده فيه سلك واصل لل الهرم، واصل للمكبر، واصل بجهاز للمكبر، لكن ده من غير سلك. المية واصل للمكبر، واصل للجهاز، واصل من غير سلك. الإنسان بينه وبين الله وبينه وبين الناس توصيلات دايمة مش محسوسة،
مش باليد، انما غير محسوسة زي ما ده متصل بالمكبر بدون شرط، قلبك بياخد من فوق بدون سلوك شرط، بيدي من غير شرط. المسيحي خد نعمة بالروح القدس سكنت فيه من غير شرط. احنا مش مربوطين بالشرك في السماء، لكن مربوطين باكثر من الشرك، مربوطين باشعة غير منظورة او غير محسوسة، وصلانا بربنا، وصلانا بالقديسين عن هذه الشركة. وهو ده معنى الملكوت، ملكوت الله داخلكم. انتم اعضاء في ملكوت الله، الله مالك على قلوبكم، يعني معناها العملية كلها الملكوت مترابط بطريقة متينة وان كانت غير منظوعة. ان كنت انا لما اعرف في الكنيسة ومش ملتفت بفكر في اي حاجة، بفكر في اكل، في اي حاجة، اطلع من الكنيسة مش زي ما دخلت، اوحش من ما دخلت، لان انا دخلت عندي فكرة ان انا اخد بركة، طلعت من غير بركة فانا دخلت اوحش من ما، فخرجت اوحش من ما دخلت. الانسان العضو في ملكوت المسيح، اني المثلة بتاعتي اللي هنا بتتحول عن انها تبقى مظبوطة على الملكوت، بيبقى بره الملكوت حتى وان كان باسمه جوه الملكوت. الحكاية مش انا اسمي اسم مسيحي، الحكاية انا حياتي مربوطة بالمسيح. من هنا لا يليق ان اي انسان يعمل حاجة وروحه مفصولة عن الملكوت. اسرق، هذه السرقة بعملها وفصلت نفسي عن ملكوت المسيح على الاقل الى ان اتوب. عشان كده ربنا قال اليك زمان لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. طب ما ان انا ساقول لكم من قال لاخيه يا احمق، يعني اللي يشفت اخوه مش بس اللي يقتله، اللي يشده، اللي يكشفه، اللي يستنفسه، ده يبقى زي اللي قتل بالضبط. على طول انا عملت في حاجه، انا مسكت سكينه وضربته، انت مسكت سكينه من غير ما حد يشوفها، اديته كلام ذبحه. ولذلك نسمع ايضا من بعض الناس يقول لك ايه، فلان كلمني ده ذبحني. يا عمي هو مسك سكينه، مش مهم يمسك سكينه، لكن عملوا معايا ذبحني. اذا في ذبح من غير سكين، في ذبح ما يتمسكش لكن يبقى برا الملكوت. قالنا سمعتم تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا فاقول احبوا اعداءكم، باركوا لعنكم. الله، طب ده واحد جه وشتمني وبيكرهني وما بيطقنيش، هو بيتصرف لان
السلوك بتاعته مقطعة. انت سلوكك مقطعة ولا مربوطة؟ لا بنعمة المسيح انا سلوكي مربوطة. اذا انت تطلع محبة حتى لو كان هو ما يعرفش يطلع محبة. يعني هو مش عارف يطلع محبة لان السلك مقطوع. لكن انت سلوكك سليم ولا مقطوع؟ لا سليم. انت تطلع محبة. يبقى هو ما يطلعش محبة لان علاقته بربنا مقطوعة. انت تطلع محبة لان علاقتك بالله موصولة. واحد بيقول انا اعملش حاجات. انا حافظ الوصايا العشرة. حب الرب الهك ليكن لك الهة امامي. لا تسمع لك تمثالا. انا ما عنديش حاجة من دي خالص. اذكر يوم السبت انا عندي دكانة بقفلها مع الحاج. ما تحلمش باسم الرب الهك عمري ما تجد. اكرم اباك وامك يا سلام. لا تقتل عمري ما قتلت. لا تسرق عمري ما سرقت. لا تزني عمري ما زنيت. انا لازم احترم الناس. الله. طيب لا تشتهي. هذه صعبة. ما اصلها اتوخد بالك الحكاية ده ازاي. ده واحد بيكره واحد. عايز يموته. فجه يموته. لا الوصية بتقول لا تقتل. قال ايه بلاش اموت. انا كان الشتين قاعد مش هموته لكن ده ما لازم اعمل حاجة. اعمل ايه؟ اخرب بيته. تخرب بيته ازاي؟ اسرقه. اولع في البيت. اسرق البيت. طب ما الوصية بتقول لا تسرق. لا ده همد ايدي عليه ولا همد ايدي على جيبه. طيب انا هعمل بقى حاجة اللي تخليني عايش يمشي في الشارع. ايه؟ انا هشوف لي سكة واعمل العملة الوحشة في حد في بيته. اعوذ بالله. ليه كده؟ ما انا لا طاير اموته ولا طاير اسرقه فانا هفضحه. لا طاير اموته ولا طاير اسرقه انا هفضحه. طب ما الوصية بتقول لا تزني. طيب لا اقتل ولا اسرق ولا هعتدي على شرفه. انا سمعت بقى عن ان في واحد رفع عليه قضية ب20,000 جنيه وهيتسجن فيها. دي بقى ما جاتش مني. انا هروح واشهد على ان الراجل ده واخد ال20,000 جنيه ويتسجن لانه جات من بعيد. انا بقى ايه؟ قال لك لا لا تشهد بزور. ايه التكفيفه دي؟ لا قتل ولا سرقه ولا زنا ولا حتى شهاده زور جلاله من بعيد. وانا عملت حاجه ما رحت قلت كلمه. اعمل ايه؟ غلبتوني. طيب ما الوصية بتقول لا تشتهي. ايه ده؟ ان الناموس كان بيوجب لحاجه. الناموس كان بيوجب لانك انت لا تعمل الشر ولا تفكر في الشر ولا وقلبك يبقى رايق. جه المسيح وقال اصل كنتوا مش فاهمين. بينما مش خدته كده سلمة سلمة لحد ايه؟ لحد انا ولدي يسوع. عاوز ايه؟ انا جيت علشان اقول لكم بقى زمان كنت بتقول انت تحب قريبك وتكره عدوك. انا جيت بقى اقول لك لا 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 سيبك من الكلام ده خالص. قلبك لما يبقى نضيف تمام هتحب كل الناس.
هو كرهني، يسوع يكره زي ما يكره انا اللي هحاسبه، لكن انت ما تكرهش، انت تحب. ايام المسيحيه بتتكلم عن القلب النقي اللي يستهدوه روحي، اللي يضربوه روحي، اللي يكرهوه روحي. يعني انت ايه؟ اطلع كده جوه قلبك تلاقي مين جوه قلبك؟ تلاقي المسيح. عمل ايه؟ انصلب. عشان مين؟ عشان الناس الوحشين اللي انا اولهم. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، ان يسوع المسيح قد جاء الى العالم لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. يا سلام، ده انا استريحت، ده انا استريحت. طب دلوقتي هتعمل ايه؟ هتعمل الناموس ما كانش قيود، ده الناموس كان تدريب، ده كان بيدربني عشان اوصل للراحه دي لما المسيح يسكن جوا قلبي. مين جوا قلبي دلوقتي؟ المسيح، الروح القدس، النعمه، السلام. ما عدتش ازعل من حد، خلاص على كده؟ لا مش خلاص. الله، ما انا خلاص مش زعلان من حد، اللي يضربوني بقول لهم الله يسامحك. لا مش كفايه. ما انا عايز ايه يا يسوع؟ عايزك تتصلوا. تصلوا ازاي؟ ما يتكسبش. لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر من الخير. وطول عمرها المسيحيه كده. المسيحية بتاعت ليون دي بقت مسيحية بزرانيت مشكلة، مسيحية الكتاب والانجيل ومعرفش ايه، لكن مخلوطة على حقوقي ودراعي ومعرفش ايه، واتسامح واضرب واشتكي وانا اديلها على دماغها وهي تقول احنا انا ما عدتش. ايام العبوديه راحت، والمسيحيه دلوقتي بقت مسيحيه، شويه مسيحيه على شويه دنيويه. والمسيحيه ما بقتش مسيحيه نظيفه، بقت مسيحيه ملخبطه، مخلطه، مجنسه. زمان كان لو واحد دخل على بيته 7-8 مرات ولقوه كده متكلم بالراحة، وبقى لطيف وبقى ذوق، يقول له زعلانك ايه؟ اياك تكون انت عشرت المسيحيين، عشرت المسيحيين تبقى خدت منهم الولاعة. اللي يتغير يبقى وديع، يقول ده 10 مسيحيين. ولما يرد الى ايه بقى حلو قوي قوي قوي، يروح يشتكيه للحاكم ويقول له فلان بقى مسيحي. يجيب الحاكم يقول له تعالى تعالى برجس يا ملكي، انت مش متدخل للصلاه ليه؟ انا متاسف يا ملك، انا خدمك في كل حاجه، لكن انا بقيت مسيحي. تعالى مينا، انا بقيت مسيح. تعالى دنيانا، انا بقيت مسيح. اقطع رقبيهم، اقطع رقبيهم وهم يزغرفوا. هي دي المسيحيه. احنا عايزين مسيحيه تتنضف تاني وترجع مسيحيه نظيفه بالنعمه، لا فيها شر ولا سرقه ولا فكر زنا ولا فكر خطيه، وفيها وداعه وفيها نقاء. احنا عايزين مسيحيه تتنضف تاني وترجع مسيحيه نظيفه بالنعمه، لا فيها شر ولا سرقه ولا فكر زنا ولا فكر خطيه، وفيها وداعه وفيها نقاء. فين؟ مع جيراننا، مع اولادنا في البيت،
في الشارع في الدكان في المدرسة في الشغل. انت عندك ايه؟ انا عندي دكانة. طيب ان شاء الله تكون كلمتك صادقة. طول النهار بكذب وطول النهار بحلف واكذب وانصب ليه كده؟ شغلتنا كده والسوق كده. حبيبي ده انت اسمك حنة. ايوه اسمي حنة ومسيحي ومحدش يقدر يدوس لي على طرف وانا غيور. لا 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 بك اسمع احنا شعيرين. انت اسمك حنة بس لكن حياتك من جوه بزانير مخلطة بنزة ندان حنة على كذب تبقى حياتك خليط. ندان حنة على نصب تبقى حياتك مخلطة. انت ما انتش مسيحي مظبوط. الطالب اللي في الجامعة اللي جايبيني النهاردة عشان اتكلم معاه يقوليلي ايه ده الطلبة المرة اللي فات قلنا لهم عايزينكم تبقوا كده عندكم نعمة وعندكم تقوى وروحكم تبقى حلوة وتبعدوا عن الشر وتغلبوا بالخير وبتاع. فبعضهم كده بقى يقول علينا احنا جبنا مش عاجبنا. قلت الحمد لله اللي انتم يا شباب اللي اتكلموا دلوقتي واللي ماسكين الاجتماع الحمد لله اللي انتم ما انتش اباء اعتراف. ليه؟ اصل كنت افنديه اما الاولاد هيجوا يعترفوا عليكم ان كان الاولاد ولا البنات لا ما يعترفوش عليه. لكن لو كلهم انتم احنا كفاهم حتى نقدر نقول الاعتراف. ما هو برضه كان في اباء قاعدين وما قدروش يتكلموا. ليه؟ هو انا لو اقدر اقول كده كلمه من اللي بيديني في السر كان يقدر يبص لي بعينه؟ ما هو لو كان يقدر يعني انا اقدر اقول على اللي بيني وبينه اللي انا عارفه كنت اطلع له كده واقول انا عاوزك تبقى مسيحي. يقول انا مسيحي. هو كان عيني وعينك كده؟ عيني في عينك؟ الا هذا السلوك اساسا في خلطة بين الاخلاق المسيحية وبين الاخلاق غير المسيحية. مش هقول الاخلاق الاسلامية لا ده في خلطة بين الاخلاق المسيحية وبين الاخلاق السرية. انا بعرف ربنا. هو الاخ اللي زعلان ده اللي بيقول انت عاوزهم يضربوني واسكت لهم عايز تعمل ايه يا حبيبي؟ عايز اتخانق. كان انت صح انك انت تتخانق؟ هو انت فلان؟ هو انت اللي بتلكوا في البيت في النهار ولقيت ابوك بيشتكي منك ويقول يا ابني اتخانق معايا في النهار يبقى حش فيا. ما انت فينا بتعمل في البيت عاوز تعمل في الكليه لكن ابوك مش راضي يتكلم ومش راضي يطلع عليك فيك ويحطها في قلبه وساكت. انما اللي طيب بقى في الكليه هيحطها في قلبه ويسكت؟ لا مش هيسكت لك. عايز تعمل معروف بطل تجحش في ابوك وفي اخوك وفي امك وفي دارك وفي الشارع وتبقى حلو في الكليه. التجحيش ده بطلوه في البيت. خلوا ده زمان كانت البيوت بتاعت الناس الطيبين محدش يسمع لها حس. إذن السلوك خارج البيت هو السلوك داخل البيت أمر واحد. فمن فضلكم نرجع مسيحيين جوه البيت. نرجع مسيحيين في حياتنا. الستات والرجالة والشبان والعيال. أنا طبعا يمكن سافرت بره 100 مرة 90 مرة يمكن مش مية يمكن على الأقل 3 مرات في السنة في 30 سنة دلوقتي سافرت 100 مرة وزيادة. ياخدوني أصحابي والجماعة اللي كانوا هنا دول ياخدوني مثلا في مطعم وبعدين المطعم يقدم لي الايه
النسخة بتاعت المأكولات مين تختار ايه؟ اقول له اختار لي انت يا خواجة فلان ليه؟ تاخد مش عارف ايه طلب؟ تاخد مش عارف ايه سمك مدخن؟ تاخد موديك مطعم صيني؟ اقول له يا عمي ايه هتدوني هاكله؟ انا معرفش ازاي انت بتطلع من بره وعارف مش ليه تختار؟ يعلم الله ما اعرف اختار الاكل اللي يجي قدامي هاكله. اخش البيت دلوقتي يقول ايه؟ عندكش فكره؟ العيال اللي قدامها المدمس الصبح وتقول عاوزين جبنه صفرا. ايه هو ده؟ على كل حال بيني وبينكو الكلام ده هنبطله غصب عننا. ايام ما كان فيه في ايدينا قرش راح من هنا ورايح القرش هيقل من هنا ورايح. بدأت ازمة اقتصادية. شد حيلك يا حبيبي وارجع للفول ولو لقيته ولو لقيته. نحن على ابواب ازمة اقتصادية. شد حيلكم يا شباب وتعلمهم القناعة. شد حيلكم وتعالوا في الصيف ونشتغل في التراب ونبني بيوتنا وننظف بيوتنا واجتماعاتنا وكنائسنا ونتعلم ندبر كل حاجة. لأن اليوم ما كان أبويا بيطلع يروح السعودية ولا الأردن ولا العراق انتهى. والجمع اللي ياخد باله من الايام بتاعته وجاهز نفسه. احنا ما كانش يعني انا تربيت في بيت اشكر الله هم كانوا مشكورين، لكن كنا نقعد في مواجهة طول النهار ونيجي العصر الساعة 4 نروح البيت. قدامك العيش عندنا في بحر العيش كده واسع كده قالت كده نقله، وان كان لقمة بدقة لقمة بسلطة ولا بمخلل لقمة بحتة جبنة وخلاص. ايه ده؟ جاي المدرسة عليه. وبعدين دي لقمة كده تسبيحة بتاع العصر بليها تعشر ونجحش الألم يعجب زي ما من دول لسه ما نخلص امتحانات. هتعملوا ايه في الصيف؟ كانت بيوتنا زمان الارضيه خشب، انا علي ادهن الارضيه الصيف ده. كل البيت يدهن بالزيت والابواب والشبابيك والارضيه ويطلع البيت زي الفل. الواحد يبقى سعيد. اصل السعاده ما هياش بالحاجه اللي تجيني جاهزه، السعاده بالحاجه اللي اعملها بفرح. اهي دي السعاده. السعادة هي الحاجة اللي من الحاجة اللي احنا نعملها. كان زمان اخواتنا ولا البنات ولا ده ولا ده البنت اول ما تخش المدرسة يعلموها انها تمسك حتة بتاعة وتكرزها، وقال ايه هتعمل تابلوه عشان بعد 15 سنة لما تتجوز هتاخده في بيتها. وعلى البنت ما تقدر عندها كذا تابلوه وكذا عميس ما اعرفش ايه كل ده. سعيدة بالحاجة اللي بتعملها مش دلوقتي، وسعيدة بالقعدة قدام التلفزيون، سعيدة بالدلع، سعيدة بالإمام. في أيام المدرسة أنا بذاكر ما اشتغلت في المطبخ، وفي أيام الإجازة أنا تعبانة كنت بشتغل بذاكر في السنة والإجازة كمان هيشتغلوا فيها. لا أنت نافعة في إجازة ولا أنت نافعة في شغل ولا مرتاحة في الجواز إزاي؟ طبعًا تتوجب وتتشنع وعايزه تروح الكلية. وبعدين الجو بقى جو عاوز تجمد. طب احنا يا اخويا ما كانوا بيقولوا المسيح زمان كان المسيحية بتقول ان كان اكل اللحم يعثر اكلي لن اكل لحما الى الابد لئلا يعثر اكلي. هما بيقولوا علينا احنا اننا ولي المسيح اننا
ملابسنا خليعة، ملابسنا تبقى أشد من كل الناس. هم يقولوا عنا احنا اللي بنضحك في بعض، احنا نبقى كلنا زي بعض. المدرسة دي يقولوا ايوه زمان سنة 63 كنت ناس كده فاهم، ما كنتش هو يعني فاكرين سنة 63 الكنيسة هنا طلعت منشور. المنشور ده اتكلمنا فيه عن ملابس الستات. يعلم ربنا بأيدي اخواننا المسيحيين الرجالة اللي قاعدين على القهوة، يقولوا بالك بنبقى قاعدين على القهوة دلوقتي وتفوت الست المحتشمة يقولوا اهلي مسيحية، اصل الكنيسة اللي يمضي مسددة عليهم والمطران الجديد قرص فيهم واللي خلص ولا واحدة كنيسة هدومها كده ولا كده، تشوف مرسي حسنا ازاي؟ ايه؟ اتقلبت الشغلة ولا ايه؟ لا اكتر منهم مرحلة منهم وكتر خيرهم اللي رجعونا نطلع المنشور تاني وهنطلعه، مفيش واحدة هتخش الكنيسة لا بتواليس هتتناوي ولا بفستان مش عاجبني، وهشدد على الأبهات وهقول لهم اللي هيسمح بكده انا هزعل منه وخلصنا. انما معلش يا بنتي طولي بالك وما يعرفش ايه وهي تعرف تضحك فينا وتقول ازاي والحريه حريه ايه؟ حريه اسم الله عليك حريه ايه؟ الحريه انك تمشي محدش يمسك طرفك بكلمه تبقى حره. الحريه انك تمشي في الكليه يقول يا اخويا البنات المسيحيات زي الرجاله جدعان. الحريه ان يقول عليك ادي ال الصنف المظبوط. انما الحريه ان يعني يقول شوفوا لا مش حريه جميل البهجله جميل البهجله نبهدل اسم المسيح ونبهدل في نفسنا. انا عاوز انكم الاسبوع الجاي تكونوا طلعتوا المنشور بتاع سنة 63 وتقولوا منشور الكنيسة مارس 63 سبق الاصل عشان يعرفوا ان اللبس والحشمة والحاجات دي ما هياش حاجة جديدة علينا وبننقلها من غيرنا. احنا نشكر غيرنا انه بيلفت نظرنا، انما دي مبادئ المسيحية ودي مبادئ الدين وكل دين فعاوزين نرجع لكده عايزين نرجع لكده. يا بنتي خايفة لو اتحسنتي وما حسيتيش مكياج وش اللي اتعملتي ما تتجوزيش. انا هقول بقى حاجة من الاعتراف، هقول حاجة من الاعتراف. الشبان الأسئلة ساعة يجي يتجوز يجي لأبونا، أبونا أنا عايز بنت مؤدبة عمرها ما كلمت ولد. هلا؟ طب أنت ما كنتش مقطع السمكة يجيلها؟ اسمع لا أنا كان زمان وأنا عازب لكن عايز واحدة يطمن عليها. هو عايز يلعب قبل الجواز لكن ساعة ما يجي يتجوز هيدور على البنت المحتشمة المؤدبة. فالواحد معاته مش حصلين. اللعب معاكي يبقى ان شاء الله هو فلحي وانت فلحي. التفتوا لانفسكم وانتوا حرام عليكم، حرام عليكم تجيبوا لهم الكلام وتطلعوا عليهم الصوره وفي الاخر مش هيعجبوكم. وهتيجوا تقولوا عايزين واحده من المظبوطين حرام عليكم. التزموا بالمبادئ المسيحية، التزموا بالمبادئ الأخلاقية، يحترموا بعض، يحترمكم الغير وتحترمون أنفسكم. المسيح قال أكرم الذين يكرمونني. يكرمكم المسيح لما تكرموه. وانت وقت فيها مش عاجبكم الكلام
حكمة الآية والذين يحتقرون يصغرون تصغر وما أوصوش بالنعمة هتعقلوا بالشدة. المجتمع بقى فيه عنف فما أوصوش بالنعمة هتعقلوا بالشدة بالكثرة. ففي الزاعة نقدر نكثر خليكوا أحرار بالنعمة تعيشوا مرفوعين الرأس بالطريقة ايه؟ العنف ما يجعلكم زي ما كان العنف ما يجعلش الإبليسين يذبحوا فيه ويقطع ما يجعلناش. لا 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 ايه ده بيقرب. رحت ذيك النهار أزور واحد عيان ليش فرحان وقال لي مرنم. قلت ايه اللي جرى؟ يعني كنت ذيك النهار خارج الدنيا انا مبسوط قوي انت يعني قلبك كده اتغير. قال لي شوف جه واحد هنا قال لي كلمه واحده قال لي افتكر الايه اللي قالها بولس الرسول اكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي. اكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي. قلت له انت قلت له ايه؟ قال لي كل عم هي الصلب كان ناقص وانا هكمل الصلب. قال لي معنى الآية ان الواحد فينا لما يندمج مع المسيح ويقول المسيح الألم اللي انا بشوفه ده بالمرض ولا بالتعب ولا بده ولا ده ده جزء من آلامك بأنا كأني يوسف. الرسالة للصليب المسيح الرغم اللي جه وقالوا له كل مع المسيح في الصليب سمعان القيروان. ايوه سمعان القيروان سمعان القيروان سمع المسيح في الصليب. فاللي جه جرني قال لي صلي آلامك انسجاب لآلام المسيح. فنمت وشفت المسيح مصلوب وشايل الصليب وجه قدامي ورحت حاطط كفي تحت طرف الصليب ومشينا سوا. وبقى المسيح يطلع لي كده ويضحك يطلع لي ويضحك. انا من وقت الامي فيها شيء من الفلاء. الله 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 على السنان بتاع المسيحيه. الله على النعمه لما تملى القلب. ان شاء الله الشباب كله يبقى بهذا القلب المملوء بالنعمه السلوك الذي يمجد الله في البيت وفي الخارج مواجهه العنف بالحب. ايه دي الثلاث نقط اللي انت كنت تتكلم فيها المره اللي فاتت؟ وانا بفتكر يعني انه الكلام كويس انه يجي لبالي ولمس عجل بشاره. ان شاء الله تكون بشاره كبيره ان المسيحيين كلهم يبقوا مريمين نعمه. كبيسه الخرطيات قاعدين مدن قرار